ندخل بقى في على الماتش. بس انا كان لازم ان انا اتكلم في النقطتين دول. هنروح بقى لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه ونعرف اخر الاخبار عنده. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندريه. مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق البنك الاهلي في الجوله الثامنه للدوري المصري، والمقرر اقامته على استاد الماكس بالاسكندريه. عايز اطمنك على حاله لاعبي النادي الاهلي وعلى حاله فريق النادي الاهلي ايضا، واطمن كل جماهير النادي الاهلي. يعني بالامس بعد المران الاخير اللي كان اقيم على ملعب مختار التيتش، واعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمه بتضم 23 لاعب لهذا اللقاء. طبعا قبل المران كان مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه للوقوف يعني على بعض النقاط لفريق البنك الاهلي ومشاهده بعض المباريات في الفتره الاخيره ايضا، وتحديد بعض الامور الفنيه والخططيه اللي هيلعب عليها في هذا اللقاء، واعلن القائمه وتوجه الفريق الى الاسكندريه. اقول لك بقى تفاصيل اليوم النهارده يا كابتن ايمن. يعني لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم كان المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعه 12 ظهرا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 1 ظهرا. يعني خلال اللحظات هيكون تحرك فريق النادي الاهلي لاستاد الماكس اللي هيستضيف احداث اللقاء. الاتحاد المصري لكره القدم كان اعلن عن طاقم تحكيم لهذا اللقاء يعني بقياده محمد سلامه حكم الساحه، يعاون يوسف البساطي واحمد صلاح، والحكم الرابع محمد السعداوي، اثنين حكام لتقنيه الفيديو عمر الشناوي وصبري ابراهيم. من المقرر ايضا يا كابتن ايمن النهارده ان لاعبي النادي الاهلي او النادي الاهلي هيظهر بالزي البديل اللي هو الرداء الازرق لاول مره النادي الاهلي هذا الموسم، هيظهر بيه الزي البديل، وطبعا دي اول مواجهه في التاريخ تجمع ما بين النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي. طبعا زي ما قلنا حاله التركيز والجديه اللي عند لاعبي النادي الاهلي النهارده، كان في بعض الاحاديث الجانبيه والاجتماعات المستمره ما بين افراد الجهاز الفني. يعني كان في حديث ما بين الكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، ايضا كان في حديث واجتماع ما بين افراد الجهاز الفني مستر بيتسو موسيماني وكيفن جونسون والكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان وميكيلي مدرب حراس المرمى مع محللي اداء فريق النادي الاهلي موسي ويوشا سعيد. يعني نقدر نقول حاله الجديه. طبعا مستر بيتسو موسيماني يعني في المحاضره الفنيه اللي اتكلم فيها مع اللاعبين على يعني حث اللاعبين على اهميه اللقاء وعدم الاستهانه بفريق البنك الاهلي احد الفرق الصاعده هذا الموسم للدوري المصري. يعني النادي الاهلي بياتي في المركز الاول، فريق البنك الاهلي بياتي في المركز العاشر، طبعا بيقوده جهاز فني بقياده واحد من كباتننا الكابتن محمد يوسف الكابتن عادل مصطفى. ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، ويكونوا ثلاث نقاط ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي ان شاء الله في مهمه فريق النادي الاهلي نحو الدرع رقم 42. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.